السلام عليكم الاخوان. بغيت غير نجاوب بحال هاد لي ميساج كيجوني بعض المرات وقال لك هذا كون عنده 10000 دولار ما غيمشي يخدم افيليت. دابا انا الضم اخوان دائما كنقول لكم هاد الهضره، ان الانسان دائما العدو هو عدو نفسي، او نقول نقدر نقولوا الجاهل عدو نفسي، ما كندويش على هاد الدري كندوي بصفه عامه. الجاهل عدو نفسي، ملي ما كتكونش فاهم حتى شي حاجه والله الا غتكون اكثر اكبر عدو لك هو راسك. راه انت صحاب لك هذا فكر ديالك، صحاب لك انه عندي 10K حطها جابت لي 20000 دولار، راه هذا الغلط منك اخويا. لا هذا راه ما حط والو تقريبا، هذا تلقى حطوا 500 دولار ولا 100 دولار ولا 200 دولار، ولدك 200 ولا في السيمانه الاولانيه ولا في 3 ايام الاولانيه ولات 500 ولات من بعد 1000 ولات 2000 وهكذا دوالك. دونك الا سولتي شحال جبتي معاك النهار الاول وانت داخل هذا الدومين، تلقى داخل جايب 500 دولار ولا 200 دولار ولا 1000 دولار، راه ماشي حتى 10000 وعطات له 20000. الشباب ما تبقاوش تضحكوا على راسكم، او ما تبقاوش تبنيو شي احلام وشي حوايج ما صحاحش. قالها السيمو البارح، راه الاكسبكتيشن ديال الناس او التوقعات ديال الناس راه ولاو طالعين بزاف الاخوان. شوف خويا، انت طالب وعندك غير المنحه وعندك 250 دولار، راه ما يمكنش تقول لي بغيت تولي سيلر. واش عارف شنو هو السيلر؟ السيلر هو واحد الشخص كيشري سلعته وكيشريها دافونس، كيخلصها حبه وكيجيبها كيتسناها كان جور توصل للدوره فين غيبيعها، وياخذ عاوتاني فلوس من جيبو ويدير بهم الماركتينغ ويبيع ديك السلعه. راه انت مازال ما كاينش في هذا الليفل باش دوي هكا. راه عليها حلنا لكم الافيليت. الافيليت هو درناه لك الناس اللي عنده واحد البيجي صغير، وما غنقولكش بيجي صغير غدير فيها الفلوس، لا بيجي صغير باش تعلم. راه بزاف ديال الناس راه باقي كيخلطوا ما بين التعلم وبين يخدم ويصور الفلوس. الاخوان انا كنتعمد نجاوب على هذا النوع ديال هاد لي كيسيون، كنخلي لي كيسيون كنحاول نجاوب على، لان هادو هما 95% ديال الناس. الاخوان راه النعمه اللي نعم الله على الويب هو ماشي كيسيون ديال الفلوس. راه الا عندك 3500 دولار ولا عندك 40000 دولار ولا عندك اكس ولا عندك ايغريك، ها ماشي هو المعيار باش تبدا ولا ما تبداش الاخوان. راه خصك مهارات اخرى. سول راسك واش عندك الادز، سول راسك واش كتعرف، واش عندك اكسبيريونس، سول راسك واش فاهم البروسيس من أ من أ حتى للزيد. راه اخوان راه انا ما كنبغيش نبيع لكم الوهم، نقول لك هي اجي ودخل وشري السلعه وتحصل عندك وجي تقول لي راه هادشي كذوب. لا ماشي كذوب، لانك انت مشيتي بالطريق الغلط، مشيتي بالفكره السائده اللي مولفين انه البيزنس هو الفلوس. باش دير اوتيل خصك فلوس، باش دير قهوه خصك فلوس، باش لا خويا راه هاد الموازين تقلبوا في الانترنت. الانترنت كتقول لك اودي الفلوس شويه، ولكن راه عندك المهاره وشنو كتعرف والنولج ديالك اهم من هادشي كامل. ونكمل لكم الدراري، الله يجزيكم بخير، راه الويب ماشي الفلوس بوحدهم، راه هذا هو الفرق بينه وبين هادشي اللي شحال هادي. شحال هادي شكون اللي كيدير الفلوس وشكون كيعاود يدير الفلوس؟ هما الناس اللي عندهم راس المال، كيمشيو كانفيستيو في شركات، كيشريو دي زوطيل قهاوي ما عرفتاش الى اخره. راه النعمه اللي نعم عليها الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الجيل وفي هذه الحقبه الزمنيه، وانه الفلوس ماشي هما المهمين. راه شحال من واحد عنده الفلوس، انا اللي كندوي معاك جاو عندي الناس حطوا لي فوق الطبله، ماشي ما غنقول لك 1000 دولار، راه بالملايير داكشي كيقول لك انا ملياردير بغيت نخدم هاد الفلوس في هاد الويب ديالكم. لا لا الاخ والاخت ما عرفتش شكون سؤال السؤال، ولكن خصك تعرف ان المعرفه ديالك والعلم ديالك هو المعيار ديالك. راه بزاف ديال الناس والله ما فاهمين، راه كتخلي جروب غتلقى الناس كيتشكاو، وراه 95% ديال الناس راه ما فاهمينش، راه ما خدا حتى وقت يفهم. عافاك سير فهم البروسيس كامل وتعلم الادز وطبق شويه بشويه وديك الساعه ندبيو. نفس الحاجه الاخ الكريم، عندك 1000 درهم واش نبدا بها؟ على حسب ما ديك الكلمه، ركزوا معايا هذا اهم سطور تقريبا في حياتي غنقولوا، ديك الكلمه ديال نبدا شنو كتقصد بها؟ نبدا بها واش نبدا نتعلم ولا نبدا نربح؟ شنو سول راسك؟ اذا هاد كلمه نبدا كتقصد بها تبدا تانفيستي ودير الفلوس، نقول لك اخويا غير سد هادشي ورجع الله، ماشي ديالك هادشي ابدا. الا قلتي لي الا كتقصد انا نبدا بها وندخل نتعلم وتمشي ديك 1000 درهم وتقدر تمشي قد ما تمشيش، نقول لك انت في مكان الصحيح. الاخوان راه حتى واحد فيكم او بالاحرى راه 95% ما بغاش يدوز فيكم لمرحله التعلم. الله يجزيكم بخير. راك نقرا دابا لي ميساج اللي كيجيوني، راه كتشدني الفقصه، كنبغي نتفقس. راه حتى واحد فيكم ما بغاش يدوز بمرحله التعلم. مرحله التعلم هو انك تطبق واحد 6 شهور 7 شهور وندويو، اما تشوفوش واحد دارها في شهر ولا شهرين صاحبك حتى انت غديرها، راه هذاك استثناء الاخوان. الله يجزيكم بخير، والله يجزيكم بخير. انا ما دويش على الربح
الا انت ما خدمتيش واحد الشهور وانت كتضرب كتضرب كتضرب. غنبارطاجي معكم غدا غدا الا ما نسيتش غنبارطاجي معكم هذا العابد اللي كيدوي معاك في 2010 2011. داك النهار لقيت واحد الكونفرساسيون بينه وبين واحد المصري جا دابا سولني على اسعار الشحن. ملي بديت كنقرا داكشي اللي قال لي في ميسنجر في الفيسبوك كنت انا اللي كندوي معاك في 2010 مستعد نبيع ليه 1000 ارتيكل نكتب لينا او اعاده صياغه 1000 مقال الا قلت لكم بالثمن غتضحكوا عليا ب 500 درهم مغربيه. حيت ما كانش الهم ديالي هو الفلوس بكثر ان الهم ديالي هو نحتك بالمجال نفهم المجال نبدا نتعلم. راه مش كي تكون كاملين بغيتوا الفلوس دقه واحده الفلوس راه ما كاينين دقه واحده الله يجزيكم بخير. الا ما كتعرفش دير الادز ما فاهمش البروسيس ما عارف شنو هو الماركتينغ ما عارف شنو هو البيع والشراء ما تدويش معايا في الارباح كاع واخا تكون حطيتي دولار ولا حطيتي مليون دولار. خويا ولا اختي راه ماشي السؤال شحال خاصك باش تبدا لاش كتعرف هذا هو السؤال هو لاش كتعرف باش تبدا. دابا مالكم كاملين كتركزوا على الفلوس شنو كتعرف لي دابا انت اللي جيت جلستك حدايا دابا سولتك السي فلان نسى الفلوس فلوس انا عطيهم لك لاش كتعرف ما موتش انت لاش كتعرف انت واش كتعرف دير الماركتينغ واش كتعرف تطلق الادز واش عمرك طلقتي الادز واش عمرك غاديتي ستور واش عمرك كتبتي الديسكريبشن. الى هاد الاجوبه كاملين اللي سولتك دابا ما عارفهمش نسى الفلوس وسير تعلم هاد الشيء واجي ندويو. راه الافيليت الاخوان راه ماشي هو ملجا للمبتدئين هو ملجا للمبتدئين اللي عندهم ديجا ليكسبيريونس وعارف شنو هو الماركتينغ عارف شنو هو الادز عارف شنو هو ستور. هاد ثلاث الحوايج الا ما عارفهمش اخويا ما تدخلش سواء كان اللي بيجي ديرك دولار سواء كان اللي بيجي ديرك مليون دولار. سير تعلم لهاد الشيء وجي. شباب غنوقف هنا وغنديروا واحد نقطه نظام لي زيكم بخير الله يجزيكم بخير. شوفوا معايا ركزوا معايا مزيان الله يجزيكم بخير. راه باش دير هاد الشيء اللي كندويو عليه وهاد الشيء اللي دار برقر وهاد الشيء اللي كيديروا بزاف ديال الدراري وبزاف ديال البنات وداك الشيء اللي كنبارطاجيو معكم راه حنا حاليا عندنا في الافيت اكثر من 60000 واحد خدام. باش دير هاد الشيء اللي كيديروا الناس راه هاد الاخوان راه ماشي كيستيون ديال شتي برقل دارها راه غدا غديرها انت. راه انت خصك تدوز من مرحله التعلم الله يجازيك بخير. ما انا كنقولها لكم ديما سير اخويا خذ ديك 15 يوم قد غير في السطور عرف شنو هو السطور وسير قرب لاي لغه كتفهمها بالعربيه بالانجليزيه بالفرنسيه بالايطاليه اي لغه كتفهمها قرا قرا قلب في جوجل قلب في اليوتيوب وقلب شنو هو ستور كيفاش كيتقاد كيفاش كيتقاد. من بعد دوز الاد شنو هو الاد شنو هو البيكسيل شنو هو الكونفرجن ريت شنو هي وبدا تطبق وبدا تطبق كما قلت لك في الاد وجيب واحد البيجي صغير 5 دولار في النهار تلقها وما تسناش منها الفلوس وتلقى هذا وتلقى البرودوي اللي تلاقيتي معاه ما كيهمش شوف عينك ميزانك خذ اي برودوي تلقوه خذ جوج ثلاثه تلقهم 5 دولار في النهار وبدا قرا اناليز شنو هو الكونفرجنال امبريشن سي تي ار اكس هادشي كامل اخويا واحد 15 يوم اخرى. ومن بعد قرا شنو هو الماركتينغ العقليه فهم شنو هو الكاشون ديليفري شنو هو البروسيس ملي كيجي الليد فين كيمشي كيتكونفيرما شنو هو لا كونفيرماسيون شنو هي. من بعد اللي تكونفيرما فين كيمشي لا ليفريزون شنو هي لا ليفريزون شنو هو المعدل ديالها في ديك الدوله علاش كطلع لا ليفريزون علاش كتنزل علاش كطلع لا كونفيرماسيون هادشي كامل خصك تكون عارفو عاد تجي الاي كوميرس وقول انا بديت غنربح وهنا تقدر تقول لي البي جي هنا غندوي على راس المال على العائد على الاستثمار هنا غندوي على بزاف د الحوايج. راه الاخوان كنقرا هضرتكم كنقرا في لي جروب كنقول لك شي كتكتبوا راه لا انا قلت 90% من دوك الناس راه والله الا غادي تجلس معاه راه الابجديات ما عارفهمش. واحد كيقول لك شحال خصني باش نبدا في الافيليت راه اللي كيسول هذا السؤال غنجيكم واحد القضيه انا عارفها الا تلاقيت في واحد الزنقه كنتلاقى بالناس شحال خاصني باش نبدا اي فوا كتسول هذا السؤال انا كنعرفك اوتوماتيكمون مازال ما فاهم حتى لعبه في هذا الشيء اللي كندبو فيه. سير اخويا رجع اللور رجع للصف الاخراني في القسم وعاود ثاني حضر الدروس وفهم. علاش؟ لان كاين شي اسئله ان فوا كتسولهم يعني انت ما فاهمش شنو هو الاي كوميرس ما فاهمش شنو هو الافيليت. خويا راه خصك الفلوس هما الاخرين تفكر فيهم. خويا دخل اليوتيوب خذ لك شهر رمضان قول راه هذا رمضان مثلا انا غادي نركز نفهم يخرج رمضان ونطبق الله يجزيكم بخير. راه فرعون وبرقل خداو شهر في المايند سيت شهر هو كسي اناس والسيمو والدراري زهير كيعلموهم وانت جيتي النهار بدي دير فلوس راه ما يمكن. غنسالي هاد ستوري الدراري
انا اقول لكم الاخوان راه الافيليت ولا الكاش والايكوميرس بصفه عامه راه بغى العلم، راه علم بجميع العلوم، وهذا العلم خصك تعرف ليه. الله يجزيكم بخير، يعني انتم كتركزوا غير في الفلوس، كتركزوا غير كيفاش تشجلوني، ما قبلونيش، ما فعلوش ليا. لاش كتعرف هو اللي واجد ندوي انا وياك؟ سير تتعلم شنو هو تكاد ستور، شنو هو ستور، شنو هو البرودوي، شنو هي ماركتينغ، شنو هو الادز، امتى كتوقع، شنو هي لا كونفيرماسيون، شحال هي، شنو هي الديليفري ريت، شنو هي، شنو هي. وديك الساعه عندي هو الاخوان، اخوان النصيحه ديالي اليوم هو استثمروا وقتكم في التعلم. راه التعلم هو 90% ديال النجاح ديالك في هذا الشيء. قلتها قبيله بالنهار، الجاهل عدو نفسه. داكشي اللي كتجهلوه ما تجهله هو اللي ما كيخليكش ديفلوبي راسك. راه كيصحاب لك انت عارف وكنت راه ما عارف والو. اخوان سيروا قراو مزيان، الله يجزيكم بخير وشكرا. خويا عندك واحد المثال باش نشرح لك شنو قلتي. قلتي انت بغيتي تولي طبيب، عطيك مثال بالطب. دابا انت بغيتي تولي طبيب وجيتي قلتي لهم عفاكم بغيت نولي طبيب، فين غنتعلم؟ داك الكلينيك ديال المسيره. بغيت نولي طبيب وبغيت نتعلم داك الكلينيك ديال المسيره. راه داك الكلينيك راه ماشي هو العلم، العلم هو الطب، انت خصك تتعلم الطب. الكلينيك هو فقط مكان يزاول فيه الطبيب وعمله. هي السيودينتورك، السيودينتورك هي واحد المنصه اللي غير منصه ممكن تخدم منها، ماشي هي العلم. ما عرفتش وصلت لكم الفكره ولا لا. دونك اللي خصك تعرفوا انه العلم ليس هو السيودينتورك، العلم هو التسويق الالكتروني. دونك من نهار فهمتي السوق، من نهار فهمتي شنو هو التسويق الالكتروني ما غاديش تسول هذا السؤال. راه كنقول لكم راه من نوع هاد الاسئله كنعرفكم انكم لا بليبر ما فهمت حتى شي حاجه.